مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من كل يوم. رئيسه الوزراء البريطانيه ما طلعت اتكلمت النهارده قالت انه احنا كنا حنينين جدا على الارهاب. ايوه قالت كده. قالت احنا ما واجهناش الارهاب بقوه كافيه. وقالت ان احنا ما اشتغلناش على تجفيف منابع الارهاب. وقالت وللعجب وللغريب ان احنا يجب ان نعمل على وسائل التواصل الاجتماعي ونمنع انتشار الارهاب فيها. بلد الديمقراطية، انجلترا، المملكة المتحدة، بريطانيا العظمى التي لا يغرب عن مستعمراتها الشمس، الان قد علمت انه يجب انها توقف الارهاب ويجب ان تقف امام الارهاب. قالت احنا كنا بنواجه الموضوع غلط، احنا هنغير طريقتنا كلها. النهاردة عرفوا ان عندهم جماعات ارهابية وعرفوا ان هناك جوامع، ده كلام الانجليز، معينة يقودها الاخوان المسلمين لتصدير الارهاب. قالت اهو انافز انف خلاص احنا يعني طهقنا. قالت احنا مش هنقف تاني ومش هنسكت تاني لانه عندنا الارهاب قاعد يولد ارهاب، مش هنسكت على الكلام ده. طبعا في ولولة من كل الاخوان المسلمين اللي موجودين في لندن، ولولة لو تبص على مش ولولة انا سامعها مثلا واحد صاحبي بيقول لي، لا، لان هم حسوا بالرعب، عرفوا لانه الانجليز هم اللي عملوا الاخوان المسلمين. يعني تنظيم الاخوان المسلمين ده اما اتعمل على ايدين الانجليز، فالانجليز اكتر، مش الامريكان، الانجليز اكتر ناس يعرفوا الاخوان المسلمين، وللاسف الشديد هم عارفين ان الاخوان المسلمين بتمولهم قطر، عارفين الاتنين، بس هيعملوا ايه؟ ما باليد حيلة. قطر شارية شوارع في لندن، شوارع، بس ان الاوان دلوقتي ان هي ما تقدرش تسكت، شارية شوارع، شارية نوادي، شارية مش عارف ايه، ما نقدرش نسكت لانه الناس بتتقتل. انت لو تشوف اللي اتعمل في الانجليز امبارح يصعبوا عليك بجد والله، يعني شيء مزعج. وهو ده هدف داعش، وهو ده هدف الارهاب، الخوف، ان تخاف. هو مش مهتم هو يقتل قد ايه او انه مات قد ايه او اتعور قد ايه، ان تخاف، ان حياتك يشوبها الخوف، ان انت تبقى في مطعم ويخش البوليس يقول لك انزل تحت الكراسي، تنزل تحت الكراسي، ان تخاف، انك تخاف تنزل من البيت، انك تخاف تروح حفله. النهارده بيعيدوا الحفله بتاعت مانشستر تاني، نفس المطربه الامريكيه راحت وبتعمل الحفله وبيحضرها الان مواطنين انجليز علشان يكسروا الخوف. ادي منشطات الجرايد كلها بتتكلم على تيرور، تيرور، لندن از داون، لندن ان تيرور، لندن اندر اتاك، اتاك اون لندن، خوف. الجرايد دي كمان لما بتطلع تاني يوم ناس تخاف اكتر، الناس تبقى عندها حاله رعب. هو ده اللي عايز يعمله الارهاب، هو ده اللي عايز يعمله داعش، ان هو عايز يبوظ لك حياتك. هو يعني مش مهتم ان هو يقتل اربعه وخمسه، العمليه بسيطه جدا. ولسه كنت بكلم حضراتكم من كام يوم، اسهل حاجه في الدنيا، لسه بقول لكم من يومين، انك تاجر عربيه، يروح ياجر عربيه، ياخد العربيه، خد عربيه نقل المره دي وراح طالع جاهز بيها ناس، وراح طالع على منطقه يوم السبت بالليل، الناس في المطاعم، الناس اهو. لندن هاز فولن، سقوط لندن، سقوط لندن اللي العمده بتاعها مسلم، اللي العمده بتاعها مسلم، موقف غير طبيعي. النهارده الست طلعت قالت لك لا خلاص بقى، لا بقى مش مفيش توليرنس، يعني مفيش، احنا مش هنقعد في موائمات وهنقعد في بتاع، لا 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 انا مش هسكت. وبعدين خلاص يا روح ما بعدك روح، انتخابات الاسبوع الجاي. وابتدوا بقى يتهموها ان لو مش قادره نجيب بقى حزب العمال، الراجل التاني ممكن هو يعمل الحكايه، ما انت كنت وزير الداخليه. ناس بتتكلم على ثلاث عمليات في ثلاث شهور، وانه في خمس عمليات تانية تم ايقافها امبارح في 8 دقايق، في 8 دقايق، عد على الساعة كده، من اول ما العربية ضربت على الكوبري لغاية اما دخلوا بعد كده المطعم وطعنوا الناس قتلوهم، 8 دقايق كانت ثلاثة الارهابيين على الارض برصاص. لاول مرة يتسمع في لندن 15 رصاصة، بيتضرب رصاص في شوارع لندن، انتهى. انا بقول لحضراتكم لندن اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني، ادي لندن دلوقتي انتهى. انت بتتكلم على دولة اخرى ودولة بتواجه الحقيقة بقى، والكلام ده احنا قلناه يا جماعة من زمن، الاخوان المسلمين
عمود الإرهاب، قطر هي اللي بتساند الإرهاب، قطر هي اللي بتمول الإرهاب. يا جماعة شوفوا الفلوس، شوفوا مين واقف ورا الإخوان، ولا حد كان بيسمع. النهاردة تسمع تريزا مي وهي بتخطب كأنه رئيس أي دولة عربية بيتكلم، بيتكلم خلاص انه عارف، عارف انه بلده تحت الخوف. هي مش قضية 7 ولا 10 ولا 12، طبعا 7 دول بكرة هيبقوا اكتر لانه في 21 واحد تحت العناية المركزة. هو السؤال المهم، انت تقدر تستمر كده على طول؟ انت تقدر تغض البصر على طول؟ تقدر تبقى ساكت على طول؟ لازم تروح بقى تجيب اخوانك القطريين والناس بتوع الاخوان المسلمين وتقعد معاهم كده مساء الخير، الام اي 5 والام اي 6 والحاجات دي، مساء الخير خلاص حضرتك تمشي من هنا. زي ما قطر باعوا حماس امبارح، ما هي مصالح، باعوا رجالتهم وبكره هيبيعوا الاخوان وبكره هيمشوا المذيعين بتوع الجزيره المصريين. ما كانش فيه اعز من حماس، جابوهم قالوا له مساء الخير اتفضل بص المشهد، انزل تحت الارض، انزل تحت الارض. الخوف، الرعب، الخوف، الرعب، 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 الان الان. هو ده الشغل، هم عايزين كده، الارهاب عايز كده، عايز يبوظ حياتك، عايزك تبقى خايف. اي حد يقول لك اهو ظابط دخل قال له داون جو داون، خلاص انتهى، ينزل تحت، ينزل تحت. هكذا يحكم العالم الآن، وما بقاش في مجال للاستعباط يا جماعة. وده اللي قاله الرئيس في مؤتمر الرياض، قال بقى احنا مش هنقعد نحسس، هاتوا الدول اللي بتمول، هاتوا الدول اللي بتقوي، هاتوا الدول اللي بتحرض، هاتوا الدول اللي بتستخدم النت، هاتوا الدول اللي عندها 21 موقع كلها بتحرض على الإرهاب، هاتوهم، هاتوا قطر، هاتوا قطر زي ما الامريكان عملوا. الامريكان راحوا قطر قالوا على فكره ما تقربليش خالص، مالكش دعوه بيا. لغايه امتى يا جماعه الصمت؟ خلاص الدول ما بقتش تسكت، العالم كله قايم في انتفاضه. اذا كان اخواتهم قايمين عليهم دلوقتي، السعوديه والامارات قايمين عليهم دلوقتي، محدش هيستحمل قطر تاني، محدش هيستحمل اخوان مسلمين تاني. احنا ليه نعيش مع ناس بتقتلنا؟ ادونا سبب، ادونا سبب نستحملهم. طول عمري بسأل السؤال ده، انتوا ساكتين ليه؟ النهارده تريزا مي قالت لك لا خلاص، وهي عارفه الاسامي وعارفه الجوامع وعارفينهم، عارفين الجامع ده فين وفي الحته ديت والراجل ده بيقول ايه وهو مين، عارفينهم بالاسم. الام اي 5 عارفينهم بالاسم، قال لك احنا عندنا 800، كل واحد فيهم، كل واحد فيهم بيطاردوا 30 عسكري، في 30 واحد بيتابعوا ال 800 دول، يعني كل واحد من ال 800 دول في 30 وراه. قللوا الفلوس في الحكومه اللي فاتت، فطبعا ال 30 دول ما بقوش وراه طول الوقت. فالراجل وابسط حاجه في الدنيا تروح تخش مكان تاجير عربيات، مساء الخير انا عايز عربيه، تاخد عربيه، طلع على لندن بريدج، راح داخل في حته، وطبعا ليله السبت امبارح لندن كلها كانت في الشارع، راح داخل واخد ناس، بيقول لك في ناس طارت في الجو 5 و6 متر من الخبطه، وراح واخد العربيه مكمل سوق صغير في مطاعم، والطعن في الراب، والطعن في الراب. دي ناس مش بتطعن سكينه ومطوه وبيهوش، لا طعن بالراب، دي ناس متدربه بتقتل، يعني عايز يقتل، عايز يجيب شريان. وتسمع بقى الحواديت، الست اللي كانت حامل والراجل اللي مش عارف ايه والناس اللي خرجوهم من طب انا عايز اوريكم شكل الناس وهي طالعه رافعه ايديها في الشارع، في الشارع، لانه فجاه لندن محدش ضامن حد. قال لك كل اللي يخرجوا من المحطات خروج، اطلع رافع ايدك، انا ايوه انت. قلت يا لهوي لو قلنا للمصريين اخرج من محطه الاندر جراوند وانت رافع ايدك، يا لهوي. هيقول لك الذل، والشرطه المصريه ذلت الناس، والشرطه المصريه عملت، تطلع رافع ايدك عشان انا ما اعرفش انت مين، وما اعرفش السلاح بتاعك فين، وما اعرفش اذا يكون معاك متفجرات ولا معاك خوف، بث الخوف هو ده اللي بيحصل. طب يا عالم، يا عالم يا عربي، يا عالم يا غربي، انتوا ساكتين ليه؟ ساكتين ليه على الناس دي؟ ليه ساكتين على قطر؟ وليه ساكتين على الاخوان؟ وليه ساكتين على الارهاب ده كله؟ ليه؟ ايه السر؟
ايه الحاجه اللي ورا الموضوع ده؟ ما هو حاجه من اتنين، يا انتوا مش قادرين يا انتوا مش عايزين، يا انتوا مش قادرين يا انتوا مش عايزين. من تلات ايام قطريين طبعا مع الايرانيين دفعوا فلوس لعيال يخشوا على الايميل بتاع السفير الاماراتي يوسف العتيبة في واشنطن بكل شرف. اغلب الكلام اللي في الايميل بتاع يوسف العتيبة دفاع عن مصر، ويتصل بالناس ويرسل لهم الايميلات دفاعا عن مصر. بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم يا جماعة ارجوكوا ما تقولوش على 30 يونيو انقلاب، في فرق بين الانقلاب والثورة. الانقلاب ده الجيش بينزل بيحط الناس تحت رغبته، الجيش في مصر نزل لرغبة الناس مش عشان يجبر الناس على رغبته، دي ثورة مش انقلاب. هي دي التسريبات اللي في الايميلات بتاعت يوسف العتيبة. يوسف العتيبة كان واقف جوه واشنطن، انتوا عايزين سفير في واشنطن يعمل ايه؟ يعمل مقدوبة عشاء ويقعد ياكل ويشرب؟ يوسف العتيبة واقف في واشنطن بيدافع عن مصر، بيدافع عن الامارات، بيدافع عن السعودية، ضد قطر، ضد اللي بتعمله قطر. حاجة تشرف والله. انا بصيت في التسريبات بتاعت الراجل قلت والله حاجة تشرف لو هو ده شغل الراجل، لو الايميلات دي حقيقية حاجة تشرف. الراجل اللي هو باعت بيقف ضد الارهاب في واشنطن، في واشنطن عشان الصرف واللوبي اللي بيحصل، الفلوس اللي كانت مدفوعة لمستشار الامن القومي الامريكي من تركيا علشان كل حاجة تعمل للاتراك والقطريين، ودي النتيجة. ساكتين ليه؟ مستنيين ايه؟ ويظهر محافظ لندن او عمدة لندن ويشيد باداء البوليس اللي حضر في 8 دقايق وقتل الثلاثة الارهابيين، ما طلعش قال ايه بقى؟ تقصير امني واختراق مش عارف ايه. انتوا شايفين البوليس قد ايه؟ شايفين الناس قد ايه؟ تقف المجتمعات يد واحدة في هذه الظروف. انتوا عارفين الناس اللي نزلوا من الاوتيل على طول على الفيسبوك كل واحد قال له انا عندي اوضه فاضيه، بيستقبل ناس عنده في الاوضه ما يعرفهاش، عشان الناس اللي كانوا في الفندق اللي نزلوهم ناس في الشارع، فالناس اللي في المنطقه دي كلها تعالى انام عندي، تعالى بات عندي، تعالى الليله دي عندي. هكذا تظهر معادن الشعوب، وهكذا ظهرت تريزا ماي النهارده وهي بتتكلم على انه لا انا مش هسكت. نفس النبره بتاع الرئيس بتاعنا وقت مؤتمر الرياض قال لهم لا 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 احنا هنستعبط؟ احنا مش هنستعبط، احنا مش هنحط راسنا في التراب. في دول مؤيده للارهاب، في دول بتحرض للارهاب، وفي دول بتمول الارهاب. طب واخرتها؟ لغايه اما نموت كلنا؟ طب شويه هيموتوا، طب وابنائنا واحفادنا واولاد اولادنا؟ مين المسؤول ان هو يقف قدام الناس دي؟ تيجي دوله من اللي هي بتواجه الارهاب في الصف الاول زي مصر، تيجي دوله زي السعوديه، تيجي دوله زي الامارات، كل دول بيقفوا. ولما تشوف الخليج النهارده وهم واقفين قدام قطر هم قالوا له نفس الكلمه بتاعت تريزا ماي، اناف از اناف يا تميم، اناف از اناف، خلاص كفاية، روح انت اقعد بقى مع ايران واقعد مع الارهابيين وعيش في امان وانبسط انت، enough is enough. اللي حصل في لندن انا بقول لحضراتكم وهتشوفوا وادينا قاعدين مع بعض هيقلب الحكاية خالص، زي ما الدنيا اتقلبت على قطر الدنيا هتقلب على الاخوان في العالم كله. هي اسود ايام للاخوان، وسبحان الله يعز من يشاء ويذل من يشاء وهو على كل شيء قدير. انت كنت متخيل انك توصل للمرحله دي؟ ان حد يقرب لخطر؟ ان حد يبتدي يتشكك في الاخوان؟ ابدا. انما النهارده ابى الله الا ان يتم نوره، وان الاقنعه تسقط، وان احنا نشوف بقى مين معانا ومين علينا. كاتبين تقارير
انه يعني من الشروط ان قطر تتعهد. تتعهد ايه؟ هي لا عهد لها. مع كان في التعهد اللي عملوه مع المرحوم ملك عبد الله ملك السعوديه. العهد ده استمر قد ايه؟ ده مش عهد معاه، سيبكم العهد اللي معانا، العهد مع اخواتهم وقرايبهم وقبائلهم وجمعهم وربعهم. عملوا ايه في العهد؟ يا جماعه اذا ما كانش العالم النهارده هيلفظ التنظيمات ديت والدول ديت خلاص ما في يعني. اما اتكلمت من كام يوم على اننا عمرنا ما سمعنا عن شهيد قطري، راحت النهارده الجزيره راحت ايه منزله خبر انه في 6 اتعوروا في القوات القطريه في العمليات في اليمن، وحاطين لهم صور ومنزلينهم في قناه الجزيره طبعا. على مين الكلام ده؟ على مين الكلام ده؟ وانت بتمول الناس ضد الناس. اللي حصل في لندن ارجو ان انتوا لا تنظروا اليه بمعزل عنكم. لا تنظروا اليه ان هو في بلد اجنبيه او حاجات كده او بتاع، لا خالص. المساله ديت قريبه مننا، واللي بيجرى ده لو ما كناش كلنا نقف قدام الاخوان وقدام قطر وقدام التمويل وقدام التحريض، والله العظيم ما هيحصل. وهو كان بيعمل ايه يوسف العتيبه في واشنطن غير ان هو كان بيقف قدام الناس دي؟ هيعمل ايه يعني؟ قاعد في واشنطن هيقعد يتفرج على القطريين وهم بيذبحونا؟ قطر يجب ان يتم تحجيمها، وهو الان يتم تحجيمها. قطر يجب ان يتم تحجيمها. هي ليست المانيا وليست امريكا وليست اسرائيل وليست ايران. يجب ان يتم تحجيم هذه الدويلة فورا، والا خلاص بقى يبقى انتوا بقى حد فيكم راضي، حد فيكم مبسوط، حد فيكم متواطئ. ما هو انت حاجة من 3، ما انت مبسوط يا راضي يا متواطئ. يعني قطر دي بتعمل لك حاجة، يعني بتقوم بالعمل القذر نيابة عن حد. في حد دايما كده بيعمل الديرتي بيزنس، فقطر هي اللي بتعمل الديرتي بيزنس خلاص. لو طلبان هي اللي بتاخدهم، لو مش عارف ايه ايران هي اللي بتكلمه، يعني في حد انت بتخليه يعمل العمليات القذرة. انما لو مش كده لكم دينكم ولي دين. انتوا مع بعض مع ايران مع الدول اللي انتوا عايزين تقعدوا معاها مع كل ده، واحنا خلاص. واذا كنتوا شايفينه خليج فارسي خلاص خلوه فارسي معاكم وانتهينا. اللي حصل في لندن يا جماعه هيغير كل حاجه، زي ما غير في باريس، زي ما غير في امريكا، بيغير في لندن، وزي ما غير في الخليج. الان العلم العام ان قطر لها اصابع في الارهاب. نحن نقف امام هذا، امام قناه الجزيره بمشتملاتها بسلطاتها ببابا غنوجها بكل، وانا بقول لكل المتعاونين مع قطر انها تبيع رجالها، ولسه باع حماس امبارح. يعني لو عندك قرشين يا ابني في قناه الجزيره خدهم وامشي. بالاسامي، سيبك من اللي قالته حماس، بالاسامي 1 2 3 4 حضراتكم اتفضلوا مش عايزينكم. وليه؟ وحصل قبل كده وقت ما الملك عبد الله الله يرحمه قال له الناس ديت من الاخوان تمشي من، ومشوا فعلا. ووقتها برضو الجزيره قالت لا واحنا مش عارف ايه. وبكره يمشي يوسف القرضاوي نفسه، وهفكركم الزغلول الكبير شخصيا يعني. كل حاجه هتحصل لانه خلاص يا روح ما بعدك روح. وطبعا ايه طالع الاخوان بقى وحبايب الاخوان في لندن يقول لك ايه؟ يقول لك دي اجهزه، اجهزه على الام اي 5. في اجهزه هتعمل عمليات على الام اي 5؟ انت هتهزر؟ ده الام اي 5 ده اضرب السي اي اف 10، ده جهاز خلاصه يعني. حد هيعمل عليه عمليه ويضحك عليه علشان ده يبان فالاخوان يتضربوا لا، ده ارهاب رسمي. وعمليات هم معاهم كل تفاصيلها وكل حاجه. يا قاتل يا مقتول،
يا احنا يا هم. خلاص الارهاب بقى كده، يا احنا يا هم. منظر ده مفيش حاكم على وجه الارض يرضى ان يتحمل لاهله. الخوف، الرعب، ترويع الناس. النهارده كانوا جايبين في السي ان ان شاب راجع مطعم من المطاعم، فالمذيعه وقفته قالت له انت رايح فين؟ قال انا رايح ادفع الحساب. عملوا له فرح. قالت له حساب ايه؟ قال لها امبارح مشينا من غير ما ندفع الحساب. بلد لازم تستمر ولازم الدنيا تفضل مكمله. لو تشوفوا الحفله النهارده بتاعت جراندي دي، الناس رايحه بتحب الحياه يا جماعه. دي شعوب تحب ان تعيش مش ان تموت. وفي شعوب تانية عايزه تموتها لسبب انا مش فاهمه. او هم بيستمدوا قوتهم من البلطجه، زي ما انت تبقى صاحب واحد بلطجي كده فتبقى حاسس ان انت محمي، يعني ان انت حاسس ان انت مستضعف وكده وبتاع فانت محمي. نحن في المنحنى، الدايره بتلف. وعلى فكره هم مش هيسيبونا كافراد وكدول، مش هيسيبونا، لان هم يشعرون الان بانهيار الامبراطوريه، انهيار الهيمنه، والاهم سقوط ورقه التوت التي كانت تخبئ وجه اخر. كانوا دايما ايه يا جماعه احنا والله مع حركات التحرر، احنا ما بقاش تحرر بقى خلاص. الانجليز، الفرنسويين، الامريكان، السعوديين، الاماراتيين، المصريين، اهلنا في البحرين، كل دول عرفوا الحقيقه. وبعدين لو يعني لو اجهزه المخابرات في السعوديه والامارات فتحت الورق كده هتشوفوا الاسامي. انما يعني ال 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 الحكمه الخليجيه وال يعني وال وانه مجتمع الخليجي ده مجتمع محافظ، كنت هتشوف الملفات انه ده فلان واللي اداله فلوس فلان وفلان وادي الفلوس وادي ده. في ناس مطلوبين من السعوديه موجودين في قطر مش عارفين يطلعوهم، لدرجه ان هم من يومين عشان يرادوا يعني اهلنا في السعوديه راحوا مبعتين لهم واحد، قالت لهم على فكره انتوا مش كان في واحد اسمه فلان فلاني اهو هنرجعه لكم. الامر الذي يذكرني بموضوع بسيط جدا، انه الدنيا وهي بتحاول تهد فيك من بره حاول انت تبني من جوه. خلاص يعني اعدائك بدون انذار بتجد واحد ورا التاني بيقع ربك كبير لسبب او لاخر، لسبب او لاخر. طيب انت بقى في مصر دوس بنزين بقى، دوس بنزين. من كام يوم، بقالنا 3 4 ايام كده من اول رمضان، في حاجه تنقط، حاجه لا تقل عن الارهاب، والله لا تقل عنه، نغمه كده وموجه ماشيه على الزفت اللي احنا بنشوفه ده. ايه الجمعيه الاهليه ديت والجمعيات بتوع الشحاته؟ ايه الشحاتين دول؟ صورتنا. طب وهي الحكومه هتعمل ايه لما احنا بقى ندفع ونوصل ميه ونعالج الناس؟ فين البلد؟ فين الدوله؟ وللاسف لقيت في ناس ابتدوا يبقوا وراهم، اه فعلا واحنا مالنا. وانت مالك؟ يعني ايه وانت مالك؟ لا 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 لا، هم بقى يتصرفوا، واحنا الست اللي الميه عندها تعبانه ديت ما يوصل، الحكومه تبقى توصل لها، احنا ليه ندفع ال 2000 جنيه التوصيله؟ جرالكوا يا جماعه، ده اللي بيعمل فيكوا كده عايز يهدها، عارف ان البلد دي مسنوده على الخير. انا شفت الكلام ده كتير. انت ليه بتمنع ان فلوس تروح لبنت واقفه قدام ابو الريش عشان تعمل عمليه في قلبها؟ انت ليه بتمنع ست تتسقف على ارضها؟ انت ليه بتمنع ان شويه ميه نظيفه توصل؟ انت ليه بتمنع ان ست في السجن تخرج؟ انت ليه بتمنع المعون؟ ليه بتمنعوا المعون؟ ده المعون ده بتاع ربنا مش بتاع مصر، مش بتاع الدوله، ده انت بتدفع حق ربنا في الزكاه.
اي مجتمع ليه رجلين، الاهالي والحكومه. حكومتنا بتعرج خلاص، تعبانه وغلبانه وحالتها تعبانه بتعرج، دي رجل. انما الرجل التانيه ربنا اديها لك كلها عضلات كلها قوه علشان تقف وتسند الناس. ليه بتمنعوا الكلام ده؟ لا انت دفعت ولا انت منعت، يعني لا انت مشارك بتدفع وقاعد بتمنع الناس ترددهم ان هم يدفعوا. سيبوا الناس تدفع، تاكل الناس لقمه. اه دور الدوله بس مفيش. طب الست او البنت ده، انا ده احنا يا جماعه كل يوم قدام الباب ناس جايه لنا بطلبات وثقب في القلب ومش عارف ايه في المخ. مين هيعمل دول؟ نسيبهم يموتوا علشان شويه عيال عايزين يهدوا البلد؟ يقول لك ايه يا عم بقى بالقرف، ايه ده يا عبد العزيز بتاع زكاة ايه وبتاع، ما تدفع هي، ما هي دافعه الست، ده هي اللي شاو. انتوا عارفين الست ديت بيتها بقى عامل ازاي دلوقتي؟ الست دي مش وصل لها ميه بس، الست دي وصل لها السد العالي نفسه. انتوا ليه بتعملوا كده يا جماعه؟ دول خرفان، انت ليه عايز تبقى خروف؟ ماشيين ورا بعض بتوع سمع وطاعه، انت ليه عايز تبقى خروف؟ انت عقلك في راسك. النهارده برضو لقيت احد الشيوخ الاجلاء قال لك لا لا جمعيات ايه وبتاع ايه، ما تبرعش جمع. وانت ليه قرفان من الفقير؟ ما تروح تدي الفقير في ايده. طب انا لو بفكر كده عمرنا ما كنا لقينا 57. الفقير ده عايز عمليه ب 100,000 جنيه، كلنا بندفع بيبقى باقي ال 10,000 جنيه اللي كان الراجل هيدفعها النهارده. هي كده والله؟ لو ما جاتش ال 10,000 جنيه دي البنت تموت. هيقول لك ايه؟ الشحاته. اه شحاته، اه احنا بنشحت لحد غريب، ده الاهلنا ده لبلدنا، احنا بنقف جنب بعض كتفنا في كتف بعض، ايه العيب؟ ايه الحاله والكرفه اللي جات لكم على الناس اللي بتعمل خير؟ اه الاعلانات زياده وجايز مزودينها شويه وجايز، بس ال 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 الوسيله ملهاش دعوه بالهدف. الهدف ان احنا يفضل الناس تخش 57 تلقى العلاج بتاعها. هو كان حسام قباني هيبني المستشفى الاورام في الاقصر. انت بتشوف هو انتوا بتتكلموا على ناس احنا مش شايفينها؟ احنا شفنا المستشفى بتاع حسام قباني بتاعت الاورمان، وشفنا 57، وشايفين ابو الريش، وشايفين البيوت اللي بتتسقف، وشايفين ال 400,000 اللي عاملاهم بتاع احياء مصر في علاج الفيروس سي. انتوا ليه بتمنعوا المعون؟ ده عايزين قران تمنعوا المعون؟ معقول الزكاه الفلوس بتروح الناس؟ انت قاعد بتمنع ان حد يتعالج. يقول لك ايه؟ لا ادور على الفقير فين؟ فين انا ادور عنه؟ وانا هبني المستشفى ازاي؟ طب الفقير ده عمليته ب 100,000 جنيه 200,000 جنيه، انا كل اللي معايا 3,000 اديهم له حيهم بيهم ايه هو؟ انما احط ال 3,000 جوه مستشفى ابو الريش، فال 3,000 مع ال 3,000 وال 3,000 بتوع سيد وال 3,000 بتوع بولس وال 3,000 يعملوا ال 100,000 البنت تدخل. ايوه يا فندم اتفضلي علاجك موجود. الدوله ما عملتش، مش قادره، مش نافعه، فاسده، اللي انت عايزه. انما احنا معانا فلوس النهارده نمنعها ليه؟ نمنع الناس ليه؟ طفل في 57، في اطفال بتتكلف 3 مليون جنيه. هتدفع انت 3 مليون جنيه للطفل؟ هتكرمش له 3 مليون جنيه في ايده؟ ده هي ده احنا اللي اخترعنا الكلام ده، ده احنا مصري، ده احنا اخترعنا الجمعيه. حد عايز يجوز بنته بنتلم 12، كل واحد يدفع 100 جنيه فالست تجيب الثلاجه في اخر السنه وتقبض الاول. احنا عاملين جمعيه عشان نعالج الناس، ازاي بتفكروا كده؟ ده انا كنت فخور بيكو. يقول لك لا 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 ايه القرف ده يا عمي؟ لا يا عمي، والميه الوسخه وشكل البلد، شكل البلد شلها يا بلد. ما انتوا عارفين شكل البلد، وانتوا عارفين ان في ناس ما وصلهاش الميه، وانتوا عارفين ان في ناس غلابه، وانتوا عارفين مين السبب وايه السبب. تعالوا نقعد بقى نجيبها من ورا. انما النهارده طب ال 2000 جنيه دول
هي 2000 جنيه دول. انا قعدت مع الناس بتوع تحيا مصر عشان تعرف حكايه المايه دي بتوصل ازاي. ده لازم مش خرطوم مايه، دي محطه تحليه وتوصيلات، والتوصيلات تعمل تفريعات جوه القريه وجوه مئات الالاف. انت هتكرمش للست دي في القريه مئات الالاف؟ هل في اي، بلاش اي، غالبيه الجمعيات اللي احنا نعرفها انت شاكك للحظه ان الناس دي عملت حاجه؟ ده احنا شفنا، روح امسك حيطان 57، روح امسك الأرمان في الأقصر، روح امسك ابو الريش، روح امسك المبنى وهزه وشوف الناس اللي جوه اللي بتموت وبتتعب علشان قرشك ده يبقى واصل صح. ده انت موصله للناس اللي بتوصله صح. انت هتتبرع لمين اكتر من بيت الزكاة اللي بيشرف عليه الشيخ الازهر؟ عايز تبقى مطمن اكتر من ايه؟ قال لا لا لازم تشوف الفقير. تشوف فقير اشوفه فين؟ مفيش مستشفى كبير للاطفال في امريكا او في انجلترا او غير مبني بالعمل الاهلي. روح اتفرج على مجدي يعقوب. هو مجدي يعقوب ده حرامي؟ مجدي يعقوب ده نصاب؟ مجدي يعقوب ده نايس فلوسك؟ سير مجدي يعقوب روح شوف عامل ايه في اسوان. ما كان قاعد هناك الراجل مجدي يعقوب ده، انا كنت راكب معاه الطياره، بينزل من الطياره هيسرو بيتقلب، اللي ما بيتقلبش لحد سير مجدي يعقوب. انت لسه عندك شك النهارده في مجدي يعقوب؟ نص العمى ولا العمى كله؟ يقول لك لا 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 القرف ده بقى، والواحد اكتئب. اكتئب؟ هي دي بلدك، هي دي بلدك. بس بنحاول. اما النهارده تلقى الطابور بتاع فيروس سي ده، فيروس سي ده الناس كانت بتموت. ده بيدق النهارده الطابور خلص وبيروحوا يعملوا مسح في القرى علشان يشوفوا اذا كان عندك فيروس سي ولا لا ونعالجك. بيجروا وراه عشان نعالجك، عامل زي البلارس يا زمان. انما طبعا الناس اللي بره اللي عايزين يوقعوا المجتمع ده، قال لك اعمل له الفره بقى في رمضان، جمعيات ايه وبتاع إيه؟ وانت تاخد بقى طبعا وتشير وتقول لا ايه القرف ده، وانا بقى اللي هربي وانا اللي هشرب. ايوه انت، انت مامور. ايوه انت، كلنا مامورين. ايوه احنا، وانا كمان مامور، وانا مش هسكت على الحكايه دي ومش هسيبها، وانا هدافع عن الجمعيات ديت وهدافع عن كل الناس اللي فيهم. انا ابتديت معاهم وهم ما معاهمش قرش، عشان ما تجيش النهارده تقول لي اصل انت واقف مع مين. انا ابتديت معاهم لما جالي 57 في استوديو وقالوا لنا الدوله مش عايزه تعمل لنا 57، خدناهم ولفنا بيهم في العالم العربي كله اللي مولهم فلوس، وما كانش فيهم غير 3 4 موظفين، عشان بس العقل النظيف اللي بقى موجود. الناس بتشك في كل حد، حتى العمل النظيف الناس بتشك فيه. جرالنا ايه يا جماعه؟ جرالنا ايه؟ زمان ولغايه دلوقتي الناس تهاجر لضيق الرزق. والله العظيم الواحد ممكن يهاجر لضيق الاخلاق وضيق الرحمه. ضيق الاخلاق وضيق الرحمه اللي بقى موجود في البلد. تمشي في الشوارع تلقى الناس عامله موائد الرحمن. ومن كام يوم كان عندي الناس بتوع رساله في البيت، شباب زي الفل جمال، بيشتغل بحب. وده بياخد ايه؟ طب اللي بتاع الرساله ده بياخد ايه؟ ده بيلم منك الهدوم والورق القديم بتاعك وشويه اجهزه قديمه عندك، ولو حاجه وياخدها ينظف ويعمل، وهو متطوع. شباب والله وقفت اتصورت معاهم، قلت له بتصور معاك وبتاع وحاجات كده، انه شباب زي الفل في رمضان وفي وقت الصيام وفي الحر ماشي بيلم فلوس الهدوم للناس. عايزين تمنعوا ده ليه؟ الاعلانات بتاذينا. عم تتأذي يا عم، ما بتشوفش الكلام ده وانت ماشي في الشارع. الدولة مش قادرة، ما بتقدرش تعمل كل حاجة. مفيش دولة في العالم بتقدر تعمل كل حاجة. اوعى يا جماعة، اوعى يا جماعة، ده هي دي رحمة ربنا. دي رحمة ربنا بيننا وبين بعض على بعض. الحكومة مش مهمة، ما يهمناش الحكومة، احنا بيننا وبين بعض، احنا اللي نلم بعض. ده زكاتك، ده ربنا بيبعت لك فرصة وسبب بديلك، بقول لك تعال اهو انت معاك فلوس عايز تزكي
طب يا عم لو مش عايز تزكي الجمعيات دي زكي لاي حد في الشارع. هو كل واحد لازم يروح جمعيه؟ هو خلاص ان يعني الزكاه عند الله هي في الجمعيات؟ لا، في اي حته. بس انا اللي معترض عليه هذا الهجوم غير المبرر، وللاسف مثقفين وناس محترمه وبتاع بينجروا ورا الكلام ده ويبدوا استياءهم والجمعيات ديت، ويبتدي بقى ايه سطرين كده في الاخر احنا عايزين نعرف بقى الفلوس دي بتروح فين. روح بص في 57 واعرف الفلوس بتروح فين. كل الحاجات دي طبعا تحت رقابه الجهاز المركزي للمحاسبات، ولا حد فيه ده، بالعكس الناس بتشال في الكلام ده بتحط فلوس من جيبها. حسام قباني ده انا قعدت اتفرجت على وهو بيوريني، وعلى فكره انا يعني ايه المصلحه؟ ما عنديش مصلحه مع اي حد فيهم عشان برضو العقل النظيف. اتفرجت على الراجل بيقول لي احنا عملنا نص مستشفى وباقي 300 مليون جنيه بنحاول نلمهم، شوف فكر معانا نجيبهم منين علشان احنا خلاص خلصنا الدور الاولاني، الناس ما بقتش مضطره تروح لمصر عشان تعمل الكيمو، بيروح هم في الاقصر يخش يعمل الكيمو بتاع، فالحمد لله عندنا 2500 حاله بنعملهم كل يوم بدل ما يخطخ المشوار لمعهد الاورام اللي ما هوش مكان اصلا اللي ما خلصش. عايزين يعملوا الدور الثاني والثالث عمليات. قال لي عمرو فكر معايا كده 300 مليون دي، قلت له بامر الله ربنا كريم. عارف ليه انا قلت له ربنا كريم؟ لانه كان كريما فيما سبق، وجالي ناس اصغر من حسام قباني وربنا كرمه بمليارات، لان ربنا بييسر في الخير عمره ما ييسر في الشر. ارجوك يا جماعه هتوسل اليكم، ده انتم ما عندكمش غير الحته دي، متضايقين من الاعلانات متاذي غير او شوف حاجه تانية او بتاع، انما روح شوف بهية ديت اللي هو النسوان عندنا كان بيجي لها الكانسر ده في صدرها ولا حد يعرف، ولا حد يعرف. ده راجل عنده بيت اتبرع بيه، قال لهم يا جماعه اعملوا، مراتي راحت في حاجه زي دي اعملوا انتوا حاجه يعني عشان الناس. واكم من ناس بيبقى يجي لها امراض وتبقى عايزه تساعد لان جالها المرض. انت لما بيجي لك، انا لسه امبارح واحد والله بتاع مش عارف ايه ثقب في القلب، طفل عنده 18 شهر، تروح قاعد كده على الارض والله العظيم ثلاثة. جيت النهارده جبتهم قلت لهم تكلموا الراجل الست في مستشفى ابو الريش النهارده وتشوفوا الواد ده هيجرى له ايه. خلاص بقى في رقبتي. جايز ما لحقتش 10 غيره، بس ده شفته بقى في رقبتي وبقى في رقبه ناس كتير زيكم. هو رجال الاعمال دول زي نيازي سلام وزي حسام قباني وزي ودكاتره زي شريف وزي وزي والناس دي كلها طلع عليها من ده بايه؟ يعني راجع عليها بايه؟ زي الراجل بتاع الرساله اللي هاروه ان هو ارهابي واخواني، طلع عليهم من ده بايه؟ راجع عليهم من ده بايه؟ وناس بتعالج مجانا في بلد هيجيب منين؟ ارجوكوا رحمه يا مصريين، رحمه يا مسلمين، وبلاش تبقوا خرفان. الخرفانه عدوى، انك تبقى خروف دي عدوى، لان واحد بيمامع وراه ناس كتير، هو عايز يهده، هو عايز يقول لك ايه؟ لا، حتى المعون ده امنعه، خلي المجتمع ده يقع على جدور رقبته، خليه يروح في 60 داهيه، حتى الفلوس دي نموت الناس. يموتوا ايه يعني؟ بس النظام يقع والبلد تقع والدنيا كلها تقع، يموت 10 12 بس الدوله الاسلاميه تقوم على جثث دول. على جثث دول ازاي؟ بس كنا بنقتل المسيحيين عادي جدا، فيموت شويه اطفال وشويه حاجات بتاع، ايه يعني؟ ايه المشكله؟ بس يبقى في ازمه والمستشفيات ما تعالجش والناس اللي عايزه تاكل ما تلاقيش اكل وبنك الطعام ما يشتغلش والناس اللي بتفطر صايم ما تفطرش. ليه؟ ادوني سبب ينوبكوا ثواب. وبعدين انا واصل لمرحله والله انه اللي عايز عايز، اللي مش عايز اجره عند ربنا، لا عند البلد ولا عند السيسي ولا عند حد، ده عند ربنا. اللي عايز عايز، واللي مش عايز وشايف وقادر ربنا بقى هو يعني هو العدل. خدوا بالكم اللي بيتعمل، خدوا بالكم انتوا بتبلعوا ايه، وخدوا بالكم بيشربوكوا ايه كل يوم. الموجه دي ماشيه
وللاسف زي ما بقول لحضراتكم مش وراه شويه من المثقفين والنخبه بتوعنا بتاع ما الدوله والست، حتى الناس اللي عامله الاعلان شالته، الاعلان بتاع دلع عبد العزيز ده اتمنع ليه دوشه واحنا بتاع، وكان الاعلان كان فيه حاجه ابيحه او كان فيه حاجه يعني بتاع سقه ميه ملوثه وعايشه في بيئه، ما احنا انتوا شفتوا كم مره بس بتلقى تحط ده بقى فتلقى ناس تروح داخله، يخش رجل اعمال، يخش حد انا هعمل ده، انا هسوي ده، انا هوضب ده كده، ينوبكوا ثواب. ده احنا البلد دي ما فيهاش غير الرحمه، ده انت كمصري مالكش ميزه غير كده، لو مش عاجبك ما تمنعش، اكفينا شرك، اكفينا شرك، يعني لو متضايق من الموضوع ما تمنعوش، ما تبقاش من اللي بيمنعوا المعون، صورة كاملة ما تبقاش من اللي بيمنعوه، اوعى تبقى من ده، لا منك ولا كفاية شرك، خلاص انت قناعتك انه ما بلاش تتبرع، دور انت على طوبة وحطها كده وقول انا حابني هنا مستشفى 500 500، واقعد جنبها. ربنا يكرمكم ويجازيكم خير ويقدركم على فعل الخير ان شاء الله. خلينا نطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني الفقرة القادمة. جيجي عاملة كنافة، قال يعني السكر ما ارتفعش بشكل كافي، ناكل بقى الكنافة والقطايف بتاع جيجي. جيجي عاملة كنافة، ابقوا معنا. ان مصر تخوض يوميا حربا ضروسا ضد التنظيمات الارهابية في شمال سيناء، بحيث يتم استئصال الارهاب باقل خسائر ممكنة مع الحفاظ على أرواح المدنيين من أبناء شعبنا العظيم. فالإرهابي ليس فقط من يحمل السلاح، وإنما أيضا من يدربه ويموله ويسلحه ويوفر له الغطاء السياسي والأيديولوجي. ودعوني أتحدث بصراحة وأسأل، أين تتوفر الملاذات الآمنة للتنظيمات الإرهابية لتدريب المقاتلين ومعالجة المصابين منهم وإجراء الإحلال والتبديل لعتادهم ومقاتليهم؟ ومن أين يحصلون على التبرعات المالية؟ وكيف توفر لهم وجود إعلامي عبر وسائل إعلام ارتضت أن تتحول لأبواق دعاية للتنظيمات الإرهابية؟ أننا واجهنا في الأعوام الأخيرة محاولات ممنهجة وممولة تمويلا واسعا لتفكيك مؤسسات دولنا وإغراق المنطقة في فراغ مدمر، وفر البيئة المثالية لظهور التنظيمات الإرهابية واستنزاف شعوبنا في صراعات طائفية وعرقية. إن مصر كانت رائدة دائما في السلام والانفتاح على مختلف الشعوب والثقافات، وسيبقى الشعب المصري دائما سباقا في مجال التعاون والتواصل لجميع الأصدقاء والشركاء في المنطقة. نظام البوكلت حلو وبيوفر لك وقت كتير، وكمان ميزته ان هو بيخلكش تنسى سؤال. البوكلت يعني نظام حلو عاد وما اثرش على الغش، لا في ناس كانت بتغش وفي ناس ما كانتش بتغش. البوكلت ده 100 100 والغش ما اتاثرش ولا حاجه، والحمد لله غشينا والحمد لله اللجنه كانت 100 100. ما فيش فرق ما بينه وما بين الامتحانات اللي فاتت، الامتحانات اللي فاتت كان هو نفس الامتحان، بس يعتبر ان ده كان في ورقه خارجيه وده فينا بيتجاوب في نفس الورقه. هو تمام الحمد لله، بس المشكله الغش برضه مهما كان موجود. هو الغش طالما في غش خلاص، بس هو نظام البوكلت. طب ما انا اقول الاسئله في الاجابه. هو نظام حلو بيوفر وقت بسرعه وبيخلينا نلون. هو سهل وبيخلي الامتحان اسهل بكتير جدا يعني. ما اثرش على الغش بنسبه كبيره قوي، يعني اللي هو اللي عايز يغش هيغش اصلا. هو لغى الغش عموما، بس هو بيوفر لينا وقت. نظام تمام والامتحانات بقت سهله وفرق في يعني ايه؟ الغش بقى اصعب. بدل ما كنا بنغش الاول برقم السؤال بقينا نغش باسم السؤال. هو نظام حلو بس صعب شويه عشان لسه اول مره يتطبق وكده، فاكيد صعب علينا. لا ما كانش فيه اي تسريب للامتحان ولا قبل اللجنه ولا بعد اللجنه. لا لا ما كانش فيه تسريب للامتحان، هو اسئله كتاب الوزاره ما خرجش منها قبل الامتحان. تسريب ايه ده؟ حاطين الحاج جوه اكياس بلاستيك كده ولا كان سندوتشات. الامتحان جاي مغلف تغليفه يعني ما حدش يقدر يفتحها.
فهو اصلا جاي من الوزاره اول مره يتفتح جوه عندنا. هو طلع النهارده قبل الامتحان بنص ساعه ان كان في تسريبات ومش عارف ايه وصفحات شاومينج والكلام دوت، بس طلع كلام يعني الناس قالوا كلام. لا ما كانش في اي تسريب. لا لا ما كانش في تسريب. والله الفرق بين الغش في رمضان يعني دي حاجه عقيديه بقى بين ما بين كل واحد وربنا بقى، دي بتاعت كل واحد، دي بتختلف من طالب لطالب. الدنيا صيامه غش ليه وبعد ما نغشنا لسه منه. في رمضان الواحد بيبقى ضميره معنبه بس لازم يغش. الواحد بيتأنب ضميره بس ان هو صايم وبيغش. تأنيب ضمير بس. هما الاثنين نفس الغش. هو مفيش فرق بس انت بس بتتقي ربنا على ان انت صايم وكده. هما الاثنين بس في رمضان بيبقى حرام اكتر. لا خالص غش حرام. اللهم اني صايم. لا خالص هي نفس الغش. في رمضان بيكتر برضه. هو كله غش. واحنا اللي بنحلل نفسنا مش اكتر. جيجي عامله كنافه. ازيك يا جيجي؟ ازيك يا عم؟ كل سنه وانت طيبه. ايه ده قلتيها قبليه؟ توارد خواطر. ازاي؟ كنت عالي انت الفقره اللي فاتت قوي. بس انا مبسوط ان الدوله نجحت انه ما بقاش فيه غش. يعني مش ان الطلبه يغشوا من بعض، هو الطلبه غشوا من بعض، ده موضوع تاني. انما انه الامتحان ما يتسربش وشاومينج وكده. الحمد لله نجحت الدوله او نجحت الحكومه النهارده. عقبال بقى ما تبقى الامتحانات معقوله، يعني مش تعجيزيه. لا البوكلت بيقول لك كان جميل. لا والله يا عمرو في امتحانات كتير. انا كنت لسه بسمع من ستات انه يعني انا اولادي مش في المرحله دي خلاص، بس انه هو كان في امتحانات. ولادك في الحضانه لسه؟ ماشي. ان شاء الله اولادهم يبقوا في الحضانه. انه كان في اسئله بره المنهج او من مثلا ثالثه اعدادي، كان في اسئله من اولى ثانوي لسه ما خدوهاش، فاللخبطه دي بتاعت الصيام. يعني بيحط امتحان مسألة الصيام بس. بس الحمد لله احنا كان عندنا فضيحة كل سنة، السنة دي مش موجودة النهاردة. يعني عشان بس الواحد ما يسبقش الأحداث، النهاردة أول يوم عدى واستطاعت الدولة بنجاح وبإجراءات أمنية وبجهات سيادية وإلى آخره إنها ما يبقاش فيه غش. طب والطلبة كانوا لاقيين الامتحان كويس؟ أنا في صف الطلبة. أنت في صف الطلبة دايما. قولي لي بقى ايه سر الكنافه الناجحه او القطايف الناجحه؟ ايه السر المهم يعني؟ القطايف سهله، انا عمري ما حسيت القطايف ممكن تبوظ منك ما دام هتتقلي كويس في زيت درجه حرارته كويسه، مش هتشرب زيت قوي ولا هتتحرق منك، هتبقى الموضوع تمام. ايه اللي بيخليها حمراء مش بيضه؟ انها تتقلي في زيت درجه حرارته كويس. يعني ايه؟ درجه حرارته كويسه ايه؟ عالي عالي يعني ولا؟ بص عاده بنسخن الزيت قوي وبعدين بتهدي عليه شويه، فلما بتنزل قطايف بتبتدي تتحمر، ما بتشربش زيت على ما تتحمر، فاهم قصدي؟ وفي نفس الوقت ما تحرقش، لان لو الزيت لسه عالي قوي هتلاقي الاطراف بتاعتها زي اي حاجه، زي ما بتعمل سكالوب زي اي حاجه، هتلاقي الاطراف دي ابتدت تسود وهي لسه ما خدتش لون، هتضطر تشيلها. أنا الاحلى العصافير الصغننه ولا القطايف الكبيره؟ طبعا الصغيره شكلها احلى بس مزعجه جدا في الحشو. يعني لازم بقى تحط حاجات بقى نونو نونو. واحنا دايما الحلقه بتجري مننا، فمحتاجين نجيب اللي هي فرخ بحاله دي عشان نخلص. قولي لي يا جيجي. نعم. ايه الحاجه اللي لو اتحطت على الفطار تقفلك؟ يعني ايه الطبق اللي نوع الاكل اللي لو قعدتي على الفطار يضايقك يعني؟ فشة وكرشة. ايه؟ فشة وكرشة؟ في يعني في اي سفرة هلاقي دول هيقفلوني. ده الفشة وكرشة دول لو معملين بحمص وشطة بيبقى بطبخهم. والله بس ما اقدرش اكله. طيب انا اللي بيقفلني حقيقي وبيضايقني ايوه فاصوليا الخضراء. لو محطوط فاصوليا خضراء في الصيام ممكن ما اصومش بقيه الشهر. عشان انت ما بتحبش الفاصوليا الخضراء؟ انا مش شايف، انا عارف انه ما حدش بياكلها غيرنا، يعني ما حدش بياكل فاصوليا خضراء غير المصريين. انت عارف انا عندي موضوع الفاصوليا الخضراء في البيت مهم جدا. مش انا يعني بس انا جوزي لازم كل يوم يبقى عنده فاصوليا خضراء. ده مريض والله. هشام فاصوليا خضراء لازم كل يوم. انا عشان كده قلت هشام في حاجه مش كويسه. لا الفاصوليا الخضراء دي مخلوق دي زي الميه في البيت. انت عمرك رحتي بره اي مطعم بره لقيتي فيه فاصوليا خضراء؟ بتبقى صوتي بتبقى معموله بشكل تاني. ايوه ما هم ما بيعملوش اي خضار زينا بالصلصه. انت لقيت يعني باميه بالصلصه؟ الفاصوليا الخضراء بتاعتنا المشعر دي غريبه جدا.
مش ازاي يا عمرو انت اكلت حاجه غلط؟ لا بتبقى مشعره كده الفاصوليا الخضراء. لا 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 بس هبعمل لك فاصوليا الحلقه الجايه فاصوليا خضراء. مش جاي يعني الفاصوليا الخضراء اللي جايه حلقه هبعت لك رجاء خضراء. هبعت لك رجاء لا يوم دي ممكن تقفلني قفله غير طبيعيه يعني عارفه بيحصل لي انقباض في النفس. يعني انت ما تاكلهاش؟ ابدا. ولا باللحمه؟ لو معموله بالذهب. فاصوليا خضراء انت اتجننتي. ده شيء يعني المفروض انا عايز اعمل لما افضى ان شاء الله ونحل كل مشاكل مصر وكده هعمل حمله لمنع الفاصوليا الخضراء. وبعدين على فكره دي ساعات بتنزل ب 40 جنيه و50 جنيه وحاجات كده. ايوه طبعا. يعني المفروض حاجه بقى يعني اوعى جامد. المفروض الفاصوليا الخضراء دي ما بتباتش. يعني ايه لا بتبات ليه؟ بتبقى طالعه كده من الحله يعني. انما مثلا الباميه تبات. السبانخ الباميه احلى وهي بايته. اه طبعا. السبانخ تبات تعمليها بالطين تاني. طب ده السبانخ هي اللي مش بوبيلر يعني مش ناس كتير بتحب السبانخ. لا 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 تروح عاملاها بالطين تاني يوم حلوه برضه. والمخرج بيقول لك الملوخيه بتبات. لا يمكن الملوخيه تبات. انت عشان كده عندك امراض في بطنك. اتفضلي يا فندم. طيب. انا اسف كنت بقول رايي في الفاصوليا الخضراء. لا اتفضل. بص احنا هنبتدي بالحشو عشان نسيبه على النار ونعمل بقيه الحاجات. على النار؟ اه. ماشي. ايه؟ مش هنعمله ازاي؟ مسكره؟ اما انت كنت عايز قطايف حدقه تاني؟ احنا كل حلقات هنعملها قطايف بس حدقة. اول مره اشوف في حاجه على النار بتتعمل للقطايف المسكره. لا هو احنا مش هنعمل قطايف بس احنا هنعمل كنافه. اوه. وهنعمل بقلاوه لو لحقنا. بقلاوه لو لحقنا او ناكلها. اه وممكن تاكلها كده ونحكيها. حكايه. بس هنعمل الحشو هو الموضوع كله بيبقى في الحشو. تفتكر بقى اني واحده اسخن دي ولا اللي هناك؟ دايما القريبه منك هي اللي تبقى اسخن. بص عشان نقولها بسرعه للناس عشان دايما ما بنلحقش نقول الكلام مظبوط. ده كيلو كريمه لباني اللي هي الازازه كامله. اوكي فهنحطه كله. يا نهار ابيض. لا ما هو دي هتعمل كنافات كتير يعني يا ست البيت مش كل يوم بتعمل نفس الحاجه. وهسيب شويه. عشان دي اللي هندوب فيهم النشا الكورن فلاور. اوكي وهنسيبها بقى تغلي وبعدين هنحط لها بقيه الحاجات. وعايز وانت ده حشو الكنافه. ده حشو الكنافه والبقلاوه وممكن القطايف في ناس بتحبها بكريمه. اه يعني دي تنفع تحشي لنا اي حاجه. بالظبط. بما في ذلك الفاصوليا الخضراء. والله اللي عامل لك حلقه فاصوليا خضراء بس. يا نهار ابيض ده هتبقى ليله ما يعلم بها الا ربنا. حافل الاستوديو هبرشمه. بص بقى ده السكر عشان انت قلت لي مهم قوي العسل. مش عارفه ليه مع ان العسل ده سهل. ده هي العقده العسل يتعمل ازاي؟ وحضرتك ممكن اسال سؤال؟ اتفضل حضرتك ده دايما اسئله. هو العسل يبقى سخن ولا يبقى بارد؟ لا يبقى بارد. طبعا يبقى بارد. هي مدارس بصراحه. والكنافه هي اللي سخنه، ما انت بتطلع كنافه سخنه وتحط عليها العسل، لو الاثنين سخنين هتعجن. اوكي؟ اوكي. فاحنا هو عندنا سكر من غير قياس كده عشان الناس ما تغلبش، يا دوب غطوه ميه. نغطي السكر، قد ايه سكر؟ يعني لو هتحط مثلا كيلو سكر. كيلو سكر لل لل ده مش كيلو طبعا، احنا عاملين شويه بس عشان نوري الناس. المهم ان هو يتغطى ميه، ما تبقاش ميه كتير. طب ممكن اسال سؤال؟ هي صينيه الكنافه بتاخد قد ايه سكر؟ عسل يعني؟ اه لا يعني بنستخدم سكر قد ايه في صينيه الكنافه؟ عشان اعرف كميه السكر اللي فيها يعني. يعني بص مثلا ده هيبقى حوالي نص كيلو سكر. تمام. من الصينية. لا ده عسل معمول من قبل كده عشان استعمله بارد. انا هستعمل منه حوالي 3 من دول للصينية. انا هعمل لك صينية كنافة شكلها مختلف. دي والله تبقى عاملة زي ال هتبقى عاملة زي الكنافة المبرومة بس من غير ما لا هي بتبقى عاملة زي الكنافة المبرومة عارف البرمة بس من غير ما نقعد نبرمها عشان البرم صعب فبس يبقى شكل لطيف. اوكي ده بقى هنسيبه كده وده هنستنى لما يسخن. تعالى نغطيهم عشان ما ياخدوش وقت ونبتدي نعمل قطايف. قطايف سهلة. طب تعالى اعملها مادام سهلة. لا يعني مش لازم اعملها بس يعني الاشراف. طيب انا بس عندي هو طبعا دول المفروض افضل يكونوا متقشرين. مكسرات. مكسرات. ده دقيق. دقيق. ودي قرفة. اوكي. وبرضه المفروض يكونوا مكسرين بس مش عايزه اعمل كل الكركبه دي على الهواء. فهنحط شويه بندق. ايوه فاكره. وشويه لوز. نسيت حاجه انت بتحبها قوي. زبيب.
يا سلام. لا لا يقل وطنية عن فاصوليا الخضراء بالنسبة لي. أهو بص بقى هنعمل إيه علشان ما يلزقوش ويعجنوا كده وتلاقيهم طري. دايما لما نحشي حاجة بمكسرات نحط عليها كده معلقة دقيق. والله طب ما ده سر جديد، ده كويس. حط عليها معلقة دقيق وأحط عليها شوية قرفة. نحطش المخرج بيسالني ولا ما يحبش القرفه. المخرج يعني جاله حاله يعني عشان الكنترول الجديد اللي قاعد فيه. ف يعني هو ده كنترول جديد؟ اه ده في صدى صوت انا كنت بقول لهم بس. بيصلحوه كان ماله القديم. اهو ده احنا هنحشيهم وهم صحاح كده؟ يعني الطبيعي ان انا كنت اكسرهم. اه اوكي. بس عشان نكسرهم على الاقل انا محتاجه كيس بلاستيك وندقه. اوكي. ما عندناش بقى كيس بلاستيك. انما يعني نقول للناس انه لما يجوا يحشوا ما يحشوهاش صحيحه. بس هو ممكن تتحشي صحيحه. والله مش هتقول لا. لا. بص بقى هناخد شويه كده، ما حطيناش سكر لان احنا هنحطها في عسل فعشان ما تبقاش كتير قوي. وعلى فكره الكريمه كمان بتاعت اللي هحشي بيها هيبقى كل الكيلو ده فيه معلقتين سكر بالكتير. طب كويس. اوكي؟ عشان ما يبقاش الموضوع صعب. نعم. وهي كامله كده مش ممكن تبظ من ال ايه اللي مش ممكن يبظ؟ اهو. لا ما انت بتتحكم فيها، دي عجينه طريه. اهي. اهي. اه بس دي واحده بوجبه. اه بس في ناس بتحب كده. كبيره كده؟ اه. لا قصدي الصغننه دي بتبقى لطيفه، تروح راميها كده ناس ده بقى عارفه يعني صغنن لطيف. هنقي لك فيه صغير، دي تنفع؟ اه يعني قرب العصافير. بص بقى دي ما بتاخدش عشان دول كمان مش مكسرين. اه من هنا المشكله. لازم دايما تصعب عليا الدول. لا يعني بحاول يعني. اهو ودي مقطوعه كمان. تمام؟ اوكي. اول ما الزيت بقى هيبتدي يقول اه هنحطهم اهو. بص بقى ده ابتدى يغلي السكر. اه نروح نشوف بس ايه اللي بيجي. اتفضل كده نورنا. آه عشان يعني الاهم من الشغل تظبيط الشغل. ده السكر اه داب في الميه يعني. اه هو فين الليمون؟ ما جابوش ليمون؟ الليمون يا سيد فين؟ في الثلاجه. حاضر. استنى يا عم سعد. برافو. ليمونتين كمان. في تاني عايز ايه؟ مغسول معصور؟ معصور في التلاجة بقى. اه اهو. يا عمرو انت مش شايفه؟ معلش ما هنا كانت امي دايما تقول لي يا ابني انت اعمل قلب. استنى بقى نوطي على ده شوية وثانية واحدة واجي لك هنعمل ايه. بس الكريمة دي لما شكلها مغرق. بص بقى هنحط بقيه الكريمه هنا اهي. محدش يحط النشا ابدا في حاجه سخنه عشان ما تكلكعش. النشا دايما بندوبها. فين هي دي النشا؟ احنا حطينا نشا بدل دي. ماشي. طيب هنحط بقى اه بص انا بقول لك محدش بعمل يحط حاجه اه وانا هحطها. معلش ما هو برضه صعب قوي تطبخ على الهوا على فكره. اه هو صعب اي حاجه على الهوا بصراحه. تلاتة أربعة وخمسة. احنا نشيناها جدا. اوكي. ما هو عشان تمسك معاك، لو ما عملتش كده مش هتمسك. احب انا التعبيرات المحترفة دي، تمسك معاك. اه بص بقى لازم تدوبها كويس قوي. لان النشا دي كده معقده ومزعجه. بص بتبقى عامله ازاي. ولو سبتها في الطبق هتلاقيها لزقت كانك كده ممحر الطبق. ممحر. نعمل معجون. اه اوكي. انا هحتاجك هنا بقى. بص هنروح حاطينها. دوبنا النشا وحطيناها مع الكريمه. ونقلبه بقى على طول. ودي فانيليا، دول خمس اكياس فانيليا اهو. بص ابتدت تتقل على طول ازاي يا عم. اه فعلا. نقفل بقى عليها. خلاص شفت ما خدتش وقت ازاي. ونحط
معلقه سكر. افتكرت جوز هند، اصل انا من الحاجات اللي ما بحبهاش كمان الجوز هند. ليه؟ ما كنتش بحبه زمان وبعدين بقيت بحبه. مش عارف، بحس كده انه ملوش معنى برضه. تحب الشكلمه؟ اه اكل الشكلمه. رغم انه كلها جوز هند. شامم بقى ريحه الكريم؟ اه شامم. اه تحس ان احنا بنعمل حلويات. طبعا في مليون طريقه حشو. وفي مثلا اللبنانيين عندهم اللي هي القشطه الكدابه، عارفها القشطه اللي بتلاقيها حتت دي؟ دي مش قشطه والله، لا دي اسمها قشطه كدابه، بتبقى معموله من لبابه عيش ولبن وكده. بص بقى ده هتعرف امتى ان انت كده اوكي، لما تبتدي تعلم على الشيف. يبقى ليه قوام. بقى عسل. وبص لو عملنا كده الخط ملمش على بعضه. علم والله علم. ما هو عشان دايما الناس بتقولك انا هعرف منين امتى دي كويسه وما تقلتش قوي. لما توصل للمرحله دي نحط نقطتين ليمون. عمري ما فهمت علاقه الليمون بالعسل بتاع هو بيخليه يتقل. بس كده اهو خلاص كده بقى عندك العسل، هتسيبه يغلي غلوه. كده نبقى خلصنا كمان العسل. طيب كويس. اوكي. ممكن نطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني؟ ممكن جدا، هنقلي بقى دي وهننضف وبعدين نبص الحاجات في الجزء التاني. جميل. هنطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني. جيجي بتعمل كنافه وبتعمل قطايف وبتعمل بقلاوه، جايبه بقلاوه شكلها يشرح القلب الحزين والله. حاجات جميله كده، هي دي الحاجات اللي تفرح. نطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني، ابقوا معانا. نرجع مع حضراتكم مرة تانية. وجيجي كانت بتعمل كنافة وقطايف. اهو بص انا في الفصل عملت اتنين بالكريمة. اوكي. اوكي نحطهم بقى. بص اجمل منظر القطايف وهي تعانق الزيت المخلي. الزيت الايه؟ المغلي. سمعتها المخلي. لا المغلي. اوكي. انت ايه اكتر مسلسل عجبك؟ 30 يوم. والله هو فظيع فعلا، غريب. صح؟ غريب عجيب. هي هتبقى حمراء كده الحمار؟ ده لسه دي، ده الوش ده، احنا لسه هو الوش ده. لا انا فاهم يعني اقصد. هتاخد لون. بص بقى انا عايزه اوري لك حاجه في الكنافه. دايما الستات بيبقى عندهم ازعاج فظيع يقعدوا يقطعوا الكنافه. انا بعملها في فود بروسيسور، هو الفكره بس فكوها من بعض واعملوها بس ايه يا دوب يعني. يا سلام. كنافة بتضرب في اسمه ايه في الاختراع؟ وطبعا ما حدش هيصدقني بس هنطلعها دلوقتي ونشوفها. بص بقى دي حاجة جديدة اتعلمناها. بص اهي بتتقطع اهي. بقت مفرفتة فعلا. بس يا ابني مالكش انت في الكنافة. الشعرية حاجة تانية. مش هنتكلم معاهم. احنا هنقفل الاير بيس دي. طبعا. قول له يعرفوا ايه دول. انا يعني عندي شعور ان الكنافه ديت اختراع والقطايف دي اختراع، يعني حاجات يعني لازم يتاخد عليها نوبل وكده. وطبعا ما عندناش غير هنا مش كده؟ في قطايف في حته تانية؟ في اتراك. انا اظن هي تركي. ايوه معلش. مش هن يعني كانه اظن الاتراك يعني. بص بقى بس الاتراك بيعملوا القطايفايه الواحده قد كده. عمرك بقى عملت الكنافه بالسمنه؟ هذا ما لم نسمع به من قبل. لا ازاي يعني؟ امال بتعمل الكنافه بايه؟ بص بقى بقت الكنافه عامله ازاي؟ مفرفته فعلا. بدل بقى وجع. دي معموله بالايد. ودي معموله بالفوت بروسيس. لا خلي اللي بالمكنه طبعا. بس هنضطر نحط من ده عشان يقضي. انا بس مش عايزه احرق دي، هتستحملني لغاية ما لونها يعجبك. انت مالك انت؟ هي في واحد ما ارميشها ولا تدوق ليه انت؟ دي ممكن تتقفل في الزيت كمان. هذا جديد ايضا. كل حاجة ممكن. دي الكنافة اللي احنا هنعملها على شكل بص بقى هنعمل ايه. دي مش عايزك تعترض، دي سمنة سايحة.
انا احب السمنه السايحه. هو ما عندناش حل غير يا سمنه سايحه يا زبده، ما بيتعملوش غير كده. السمنه كويسه والزبده كويسه، فحطها كده. انا احب الحاجات تتعمل على اصولها. انت بقى عيان ما تاكلش. ودي سخنه لازم تبقى دافيه او سخنه، مش سخنه قوي عشان ما يعجنش. ونقعد بقى ايه كده ندعكها في بعض كده، بس انا ما حطيتش كتير، عاده الناس بتحط اكتر من كده بكتير. انت مش محتاج. لا انا محتاج. لا يا عم. انا محتاج اكل حاجه صح. انا ما بحبش ايه يقول لك ايه احنا عايشين الريجيم وعايشين الكوليسترول. لا انا عايز حاجه تعمل صح. لا يا تاكلها ما تاكلهاش. لا وعشان الريجيم وعشان الكوليسترول حضرتك اتفضل. ودي يعني اللي كانت قاعده في الزيت بتتشمس. انت عايزه ايه؟ اكتر من كده متحمره؟ لا كويسه كده. كويسه؟ المهم تكون مقرمشه. وبنت ناس. لا مش مقرمشه بس. بس. خلينا نحطها ونعلي عليها. انا وطيت الزيت. هو باين لسه الحمار لم ياتي. وانا وطيت الزيت علشان خفت في الفصل الزيت. بص انا طبعا مش هنلحق نوضب صينيه الكنافه كلها. بس انا هعمل جزء. بص بقى. نليس. عشان لون هيبقى مظبوط لان انا بنقلبها. فهنحط هنا. ندهن بالسمنه. يس كده. سته بس بسيت له بسبوسه بالسمنه والسكر والعسل. هنعمل كحك؟ هنعمل كحك طبعا، العيد كحك، العيد فرحه. اهو بص بقى. انا هعمل لك سكشن واحد. ماشي اهو. للتعريف يعني. اهو. اوكي. طبقه واحده. جنب واحد. جنب واحد. مش احنا في رمضان حلقاتنا مختصره ساعه ونص بس. ساعات كتير بقعد افكر في الامريكان. انت بتاخد ساعه و10 دقائق والفواصل بتاخد بتاخد ربع ساعه. اي حاجه كده بتاخد 10 دقائق. انا هبتدي اغير والله العظيم. انا يعني ابتدي اغير. انا بقعد افكر انه الناس في التلفزيون الامريكاني مثلا ولا حاجه برنامج بتاعه قايم نايم كله 40 دقيقه وبيعمل كل حاجه. صح. اكيد ده عيب فيا، لازم اغير نفسي. لا لو سمحت زي ما انت ليك زي ما انت. غير نفسي. بص احنا غسلناها ازاي؟ وبعدين هنحط. انا خايفه جدا القطايف تتحرق. لا ما انا ممكن اتعامل انا مع القطايف. لو سمحت علشان ايه؟ بعد كده الناس بتلومني انا مش لاحقه بصراحه. عايزين فقره الطبيخ دي متسجله. ايوه طبعا تتمني انت. وبص يا عم. ايوه. هنروح مغطينها من فوق. اوكي؟ ايه الكاميرا جايبة؟ تمام. بص. ايوه فهمت. فهمت بقى قصدي؟ فهمت قصدي. بعد ما هنعمل كده في أي كنافة بليز حطوا شوية سمنة. على الوش كده. تبقى خفيفة. لا عشان أنا ما حطيتش كتير. واللي بيعملوا كنافة هيبقوا شايفين ده هيبقوا فاهمين. اوكي؟ لما هتستوي. وهتتقلب وهقول لك الكنافة بتستوي على درجة حرارة. بس يا ابني انت هتاخد معاك البيت. انا قلت لك اقفل الاير بيس ما صدقتنيش. والله مش عمرو اللي بيطبخها مش انا. وبعدين هتطلع كده. ايوه انا عايز اشوف بقى. انت عايز بقى هتطلع كده دي صح؟ انت مستني. انا قاعد مستني الجمله الجميله اهو. الله شفت. ودي طعمها ايه يا طونت؟ هوريك حالا. اثبت ايدك. هنلحق نوريهم البقلاوه؟ لا ندوق بس دي يعني عشان نعرف نعرف يعني طعمها بيبقى عامل ازاي؟ لان دي شغلتي انا ماده 13 في العقد بتاعي. انا جاي هنا عشان ادوق. افتكر انا جاي اعمل اي حاجه تانية. والنبي عمرو لما حد يقطع حاجه طريه ممكن تتفعس معاه يستعمل سكينه زي دي بالعيش وكده ويقطع زي المنشار لان لو دوسنا هتتفعس كلها. فيقطع كده. اشي علام يا ناس. الكنافه دي بتتحط على فرن متوسط لمده نص ساعه وبعدين ربع ساعه على فرن عالي. هو المده اليومين دول يقول لك على 180 على 220 على 180 وبعدين 210 بس انا قلت اغلبيه الافران ما فيهاش كده. ما فيهاش. هو الفرن فرن. ما عشان نواجه الشربات محتاجين الكنافه تكون مستويه.
دي اصغر برمه شفتها في حياتي. انا مش عارفه اطلعها بايه بس يعني هنحاول. اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. هشيل لك بقى كل الكركبه دي حالا. اتفضل. جيجي بتعمل كنافه. جيجي عملت كنافه. جيجي عملت كنافه، خلي بالك من الزيت، انا شلته من على النار. شاطر يا عمر. وما طفتش النار وحاجه زي الفل. ده انا عاجبك قوي بتاع حوادث يعني. انا جايبه لك كنافه بس كمان. والله كان نفسي اعمل لك البتاع. بتاع ايه؟ ماشي. حلوة قوي. مبسوط؟ مبسوط. مسكرة ولا كويسة؟ جست يعني على الحافة. هو لما بنطلعها عشان برضو الناس تبقى عارفة، قبل ما نقلبها هنروح حاطين على الناحية اللي تحت شوية مش كتير، وبعدين نقلبها ونحط شوية فوق بس وهي سخنة. أول ما نطلعها وقبل ما نقلبها هنحط الشربات ونسيبه، هنلاقيه بينزل كده بيتشرب. حلوة فيها حلوة نقلبها. وخفيفة. ما احنا ما حطيناش لعلمك خالص سمنة كتير، عادة الناس بتشربها سمنة وتبقى بتنقط. طب ادي القطايف ازاي من غير مع عسل عليها؟ سوري. في ايه؟ هو انتوا جايبين مكنة بني ادم وبيفهم وبيحس وبيقدر. نسيت يا عم. هو بيتحط العسل كده؟ لا اكيد لا. وانا هضربها بعد ما انت عملت كده؟ ده 40 كيلو عسل كده نازل. ده كده اخف عادة، بيحطها وما تطلع من النار ونفضل نقلبها، فهو كده هيبقى معقول جدا. اتفضل. معقول ازاي؟ والله هيبقى دي متغطسه في ال، هي كده كده هتبقى تحس انها سمكه زينه نزلت ال. امال انت فاكر انها بتبقى معموله ازاي؟ والله بيبقى طبق بول. ما انا عارف. ونطلعه من الزيت نحط فيه الحاجات زي لقمه القاضي. عايزين تعمل لقمه القاضي، بتحب لقمه القاضي؟ جدا. طب نعمل لقمة القاضي. كنت في سحور من يومين وكانوا عاملين لقمة القاضي، وقفت جنب الطاسة. أنت عارف إن لقمة القاضي التراديشنال بتبقى معمولة بالبطاطس؟ بطاطس؟ عشان يبقى فيه زي البيبة شوية جواه ومقرمشة من بره. والله عشان كده دي بتبقى طرية ودي ناشفة. أيوة. طب أدوق وأقول لك. اتفضل. دي اللي بالمكسرات. باينين من بعض جدا. باينين من جوه من بره يعني. سكرة قوي؟ لا شفت؟ ايه ده، انت بتوجعك قوي يا موسي؟ حلو قوي. انا الدكتور قال لي اكل اتنين كل يوم بس ما قالليش اذا كانت حادقه ولا حادقه. على العموم بص انا عملت كده كده البقلاوه فبالهنا والشفا، وهبقول للناس بقى بتعمل ازاي. مره تانية نعمل بقلاوه عادي. النهارده عملنا كنافه وقطايف كويس. على فكرة مش عيب ابدا ان المكسرات فيها كاملة، مش وحشة. انا كنت فاكرها. لا ليه؟ بالعكس ليها قيمة كده. يعني اللوزة كاملة. طب انبسطت بالقفة؟ انبسطت بالقفة؟ انبسطت. انت عامل انبسطت؟ انبسطت. طيب يا جماعة بشكركم شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وانا بشكركم شكرا جزيلا. كل سنة وانتم طيبين.